مرحبا اصدقائي كيفكم معكم من قناه نيمو الفيديو تبعنا اليوم بيحكي كيف تحصل الاسلحه الليجندري يلي موجوده باللعبه اللي نزلت وما حدا عم لاقيها أيه بالشيستات قبل ما احكي اي شيء قبل ما اشرح الفيديو شكرا لكم كتير لكل شخص اشترك بالقناه 1021 مشترك شكرا لكم 1021 اخ وصديق اشتركوا بالقناه ودعمكم هذا ما بنسالكم يا بنوب وشكرا لكل شخص كتب كومنت حلو انا راجعت كل التعليقات شكرا لكم كتير اليوم في عنا سحب في عنا سحب على سكين او الحزمة اللي نازلة خلال اسبوعين اللي طلعت بالتسريبات هاي الحزمة بخمسة دولار ان شاء الله رح اعمل سحب لشخصين على هاي الحزمة بيجي مع سكين وستايل السكين وظهري باك بلينج و 600 في باكس، إن شاء الله رح أعمل عليها سحب لشخصين بس أوصل 1300 مشترك، بدي دعمكم أوصل ل 1300 مشترك إن شاء الله، وبنزل فيديو وبعلن في هذا السحب وبقول لكم الشروط، وإن شاء الله رح أعمل هذا السحب على الحزمة لشخصين، وإذا أنت أول مرة عندي تشاهد الفيديو على القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو اكتب كومنت حلو ليوصل لأكبر عدد من الناس بتكون دعمتني وساعدتني كثير بالمحتوى تبعي، لنبلش موضوعنا اليوم موضوعنا هو عن الاسلحه الليجندري اللي نزلت، الاسلحه الليجندري هي اللي نزلت كلياتنا بنعرف انه نزلت بس في ناس ما عم تلاقيها بالشستات. وفي ناس كثير كتبت او قالت لي يعني مو كتبت انه هدول الاسلحه ما عم نلاقيهم، هدول الاسلحه كيف تحصلهم؟ هدول الاسلحه نزلوا عن طريق السكنات تبعت البطل باس، هدول السكنات تبعت البطل باس كل واحد مثل ميداس وبروتوس ومثل القطه المياو، هدول كلياتهم موجودين بالماب معك انت وعم تلعب، هدول موجودين معك بالماب وين؟ مثل المظاهرة امامكم الخريطه كل مكان وله بوس او له رئيس كل عليك انك انت بتنزل بهذا المكان وبتقتل الرئيس كيف يعني كي او كيف بتساوي القصه بطريقه سهله وبتحصل الاسلحه هدول الاسلحه فعلا جدا خرافيين مثل الدرام جان تبع ميداس اللي هو بسط الجزيره هذا السلاح كثير خرافي بينحمل عواض الاس ام جي تخلط فيه خلط اذا انت فايت ارينا او فايت بطوله ان شاء الله بتجيب الجيم بهالاسلحه هاي الخارقه او الاسلحه الاسطوريه جدا جدا اول شي اشرح لكم كيف مثل ما امامكم بالفيديو لكل مكان اله بوس كيف يعني بتنزل بهذا المكان بتلاقي البوتات العاديه اللي هنن الجارد هدول البوتات العاديه كل عليك انك انت تقتله وبتاخذ الكرت تبعه مشان يساعدك اكثر انت ما بت... يعني عادي اذا ما قتلته واخذت الكرت تبعه بس انت بتقتله وبتاخذ الكرت تبعه مشان يساعدك اكثر وين الناس وشلون تعرف وين الشستات وهيك انت طبعا بهي الحاله رح تلاقي ناس معك بنفس المكان فانت بدك تاخذ حذرك من الناس التانيين. اول شي بنبلش معكم بالقارب هذا القارب البوس تبعه المياو والقطة اللي ظاهر امامكم كل عليك انك انت بتنزل مثل ما موضح امامك بالصورة او بالفيديو يعني بتنزل بهذا المكان بتقتل الجارد وبتاخذ البطاقه تبعه وبتدور على المياو والبوس الكبير هذا المياو بتلاقيه سكين المياو عادي كانه واحد عم يلعب طبيعي شخص طبيعي بيكون طبعا معه شيلد وفول هيلز وكامل يعني مثله مثلك كانك عم تلعب بفول شيلد وهيك كيف انك انت بتنزل بتقتله ولما تقتله انت بينزل منه الاسلحه تبعه، بتاخذ السلاح تبعه وهيك بصير معك وبتخلص وان شاء الله يعني بتجيب فيه الجيم بهدول الاسلحه انه الاسلحه فعلا فعلا خرافيه، نبلش بالشخص الثاني، الشخص الثاني معنا اللي هو ميداس اللي هو ملك الذهب هاد، هاد موجود بوسط الجزيره تنزل بوسط الجزيره مثل ما موضح امامكم بتقتل البوت هاد وبتاخذ الكرت تبعه مشان يساعدك اكثر وبتدور عليه لهذا السكين ميداس وبتقتله وبتاخذ السلاح تبعه، السلاح تبع ميداس الدرام جان انا هذا الوحيد اللي عليه إبراسي لانه سلاح فعلا خرافي وفعلا اسطوري وبيقتل وبيخلط العباد خلص. السكين الثاني اللي اللي هو بروتوس، هذا بروتوس بتلاقيه بهي المنطقه بجروتو كل عليك انك انت بتنزل بهي المنطقه وبتقتل البوت مثل ما موضح امامكم بالفيديو وبتدور على بروتوس وبتقتله وبتاخذ السلاح تبعه، سلاحه فعلا خرافي هذا بروتوس. والسكين تاني المعنى اللي هو سكاي هذا سكاي بتلاقيه بمدينة ذا بهذا المكان تنزل بتقتل البوت وبتاخد كرته انا عم عيد قصة الكرت لانه افضل شيء انك انت تاخد الكرت مشان يساعدك بهذا الشيء وتعرف وين البوتات وتقدر تقتلهم دغري البوتات هدول ايمون خرافي يعني ممكن يجيبوك يعني عادي موضوع بسيط هدول البوتات يعني لاعبين يعني بتحسهم لاعبين محترفين ما بيبنوا هيك بس بيضربوا ايمون نار يعني ايمون بيجي دغري هيد فهدول بوتات قوايا جدا بدك تاخد حذرك منهم قبل ما تقتلهم وقبل ما تقدر تاخد من البطاقة فخد حذرك منهم يكون معك سلاح مشان تقدر تجيبهم مني واخر سكين معنا اللي هو تي ان تي هاد السكين البنت كل عليك انك انت تنزل بمحطة النفط هاي اللي تحت بتنزل بتاخد البوت تاخد الكرت تبعه وبتدور عليه هذا السكين البنت البوم هاد اللي عليه او تي ان منقول اسمه بتنزل بتاخد الكرت تبع البوت وبتدور عليها وبتقتلها بتاخد من السلاح تبعها الاسلحة كلها تبع الجندري اسلحة مثل موضحة امامكم السولت وسكار وميني جان جان واسلحة فعلا خرافية وبتجيب فيها الجيم اذا انت ركزت كتير كتير بهدول الاسلحة اسلحه قويه جدا بس هيك الفيديو تبعنا اليوم يا رب يكون عجبك واذا انت اول مره تشاهد عندي الفيديو على القناه اشترك وفعل زر الجرس وشكرا لك على المشاهده اذا كملت المقطع للاخر ولا تنسى الجيف اللي انا بدي اعمله ان شاء الله لاوصل 1300 مشترك وشكرا على المشاهده وبرعايه الله